الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه الى يوم الدين. اما بعد، من قول الله تبارك وتعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك. نواصل مع حضراتكم ما بدأناه من شرحنا لآي هذه السورة الكريمة، سورة البقرة. قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وهذه الآية جاءت في معرض الكلام عن تحويل القبلة وعن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه هو من معه إلى الكعبة، إلى البيت الحرام. فلما تكلم أهل الكتاب وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، في جملة من تكلموا في ذلك جاءت الآيات تناقش هذا القول. فقال: أتيت الذين أوتوا الكتاب، اللام الموطأة للقسم وتقدير الكلام، والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، اللام هنا اللام الموطأة للقسم وتقدير الكلام، والله لئن أتيت. طيب، انت عندك هنا اجتماع القسم مع أداة الشرط، عندك هنا اجتماع القسم مع أداة الشرط، ولا إن أتيت، فين القسم؟ اللام الموطئ القسم، بيبقى قبلها قسم مقدر والتقدير والله لإن، أداة القسم. طيب، فين أداة الشرط؟ إن ولا إن، يبقى عندك قسم وعندك أداة شرط. الجواب الذي سيقع يبقى جواب لمين فيهم؟ الجواب الذي سيقع يبقى جواب لمين فيهم؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، فين الجواب؟ ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك. فعندك القسم المقدر اللي هو قبل اللام الموطئ للقسم والله لئن، وعندك إن أداة شرط. طيب، الجواب اللي هيجي جواب القسم ولا جواب إن الشرطية؟ الجواب جواب القسم، الجواب جواب القسم. ليه؟ إذا اجتمع القسم مع أداة الشرط، ما تقدم منهما هو الذي يقع جواب. إيه اللي تقدم؟ القسم. يبقى لو جي القسم مع جواب الشرط، يبقى الجواب اللي مع أداة الشرط، الجواب اللي هيقع هيبقى بتاع إيه؟ بتاع اللي جي الأول، بتاع اللي جي الأول، واللي جي الأول هنا إيه؟ القسم. القسم إذن فالجواب جواب القسم، لا جواب إن الشرطي. معلش، استحملونا في الكلام اللي هو بيظهر عليك. أتيت يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، بكل آية، الباء للمصاحبة، يعني لو جئت وصحبت معك كل آية، ليتبعوا قبلتك ما تبعوها، ولو ظهر لهم الحق، ولو ظهر لهم الحق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما توجهوا وجهتك، لأن الاعتراض على أصل القبلة ولا على أصل النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي نزل إليه؟ الاعتراض على أصل الوحي الذي نزل للنبي. هم لا يريدون أن يؤمنوا برسالته ولا بنبوته، ما وسيأتي الكلام على ذلك قريبا في الآية التي بعدها. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، انظر إلى كلمة بكل آية، دلالة على شدة التعنت والنفور منهم، وهذا صنف من الكافر لا يؤمن أبدا ولا يتبع أبدا ولو ظهرت له جميع الحقائق، كثمود. ثمود طلبوا الناقة وخرجت الناقة أمام عيونهم، ما آمنوا بعد طلبهم لهذا، ولما خرجت ما آمنوا وعقروها. هكذا صنف من الناس. قال ربك: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، حالة واحدة بس اللي بيؤمنوا فيها، لما يروا العذاب الأليم. فإذا نزل العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص، الإيمان هنا ما ينفعش. فهنا قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت، جملة استئنافية مستقلة، وما أنت بتابع قبلتهم. وأنا أؤكد على أنها جملة استئنافية، والذي يريد أن نبين هذا نبينه بعد الدرس عشان ما نتفرعش في الكلام كتير. وما أنت بتابع قبلتهم، وهذا معلوم
أن النبي له شرعة كاملة صلى الله عليه وسلم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا اليهود ستتبع قبلة النصارى ولا النصارى ستتبع قبلة اليهود، لأن كلا الفريقين يكفر بعضه بعضا. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأنهم في شقاق. ولئن نفس اللي قلنا بالضبط في ولئن الأولاني، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، نفس اللي قلنا هنا برضه. ولئن اللام الموطئة للقسم قبلها قسم مقدر، التقدير والله لئن وقع القسم وبعده أداة الشرط، يبقى الجواب اللي هيجي جواب إيه؟ جواب القسم. ولئن اتبعت أهواءهم، وسمى ما هم عليه هوى ليس ملة ولا شرعة، أما ما هم عليه هوى، وأصل الهوى الميل، فهم يميلون إلى ما جنحت إليه أنفسهم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، في الآية الأولى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، طيب أيهما أبلغ، بعد الذي جاءك ولا من بعد ما؟ لا، من بعد ما أقوى، من بعد ما أقوى. وهنا هو يكلم النبي عن حادثة معينة، في الآية الأولى الكلام عام، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك فهنا الكلام عام، أما لما جاء في فعلة معينة وهم يريدون النبي أن يتبعهم فيها فخصص له الكلام بأسلوب أقوى، فقال له من بعد ما جاءك. ما الفارق بين من بعد ما جاءك من العلم وبعد الذي جاءك من العلم؟ أن من تفيد أن كل فعل وقع على حدة وبينهما مسافة، يعني من بعد ما جاءك من العلم، فجاءه العلم واستقر معه وهذا فعل تم. إن اتبعت أهواءهم سيكون فعل آخر تامم على مسافة من الفعل الأول، فكل فعل مستقل على تماهل، فهذا أفادته كلمة من بعدي. إنما لما أقول لك بعد ما جاءك من العلم، هذا يدل البعدية التي قد تدخل على الفعل مباشرة، يبقى الفعل الأولاني ما تمش ودخل عليه التاني، هذا بعد الذي. إنما لما أقول من بعد ما تفيد التماهل بين الفعلين، فجاءك العلم واستقر معك وصار لك ديدا وصار لك نهج، ثم تتبع أهواءهم بعد ذلك كفعل مستقل بعدما استقر معك العلم وتم، إنك إذن لمن الظالمين. طيب إنك حينما أقول بعدما أتيتك بالطعام كل، يبقى عندك كم فعل هيقع؟ واحد مني واحد منك، إن أنا أجيب الطعام هذا فعل، وإنك أنت تأكل ده فعل. لما أقول لك بعدما أتيتك بالطعام كل ده أبلغ، ولا لما أقول لك كل من بعد ما أتيتك بالطعام؟ لا، من بعد، لأن لما من دخلت أفادت إن كل فعل استقر لوحده، فأنا أتيتك بالطعام واستقر الأمر ثم أنت تبدأ في الأكل، فالتمهل بين الفعلين تفيد كلمة إيه؟ كلمة من، فتكون أقوى، فتكون أقوى. قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي جاءك العلم واستقر معك ومن بعده تتبع أهواءهم، إنك إذن لئن فعلت أهم، إنك إذن لئن فعلت، إنك إذن لمن الظالم. طيب إن الشرطية لابد أن يقع جوابها، يعني لو قلنا إيه ولئن اتبعت أهواءهم، شيل الله، شيل الله علشان ما يبقاش الجواب جواب قسم، يبقى جواب إن، إن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، فين جواب إن؟ إنك إذا لم يظهر. هل يشترط أن يقع هذا الفعل، أن يقع هذا الحدث اللي هو جواب إن؟ لا، مش شرط، مش شرط أن يقع جواب إن. قل إن كان للرحمن ولد فهل له ولد؟ يستحيل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، فهل يلزم أنه سيشرك؟ لا يلزم، لا يلزم. فجواب إن لا يشترط أنه يقع أو يحدث، واضح؟ فجواب إن لا يشترط أنه يقع أو يحدث. فقال ولئن اتبعت أهواءهم
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهل هو اتبع أهواه وهل يكون ظالما؟ صلى الله عليه وسلم ما فعل وما حدث، ولكن هذا تحذير من الله له صلى الله عليه وسلم، ودلل على أنه لا محابة لأحد في الدين ولو لسيد ولد آدم. الله قال له فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهذا أمر ربك له وأمر ربه له، فلا يمكن أن يغيره أو أن يبدله أو أن يتنحى عنه. فقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال إنك إذن إن اتبعت أهواءهم إنك إذن لمن الظالمين، وأكد باللام في قوله لمن الظالمين. ثم تكلم عن أهل الكتاب وقال الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، فآتى اليهود التوراة والنصارى الإنجيل، يعرفونه، الضمير في الهاء عائد على من؟ على النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. شوف هذا الوصف، يعرفونه ويعرفون صفته ويعرفون أنه على الحق كما يعرفون أبناءهم. هل يغفل أحد عن معرفة ولده؟ لا يمكن، لا يمكن. فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تماما، ويعرفون وصفه ويعرفون أنه على الحق، ولكنهم كما ذكرت لك لو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وتأمل، يعرفونه، والمعرفة كل الشيء المحسوس الحس، على عكس العلم، العلم يكون الشيء المعقول المعنوي. الفرق بين العلم والمعرفة، العلم الحديث ده انت بتمسكه بيدك، كلا، هذا علم تفسير، تمسكه بيدك تمسكوش بيدك. لما تيجي لواحد تقول ايه انا عرفت فلان، لما اقول لك اسمه كذا كذا وصفته كذا، هتقول لي انا اعلم فلان؟ لا، ما تقولش انا اعلم، انا اقول ايه انا اعرفه. لما تشوف واحد انت تعرفه بتقول انا اعلمه ولا بتقول انا اعرفه؟ انا اعرفه. ليه؟ لانه قدامك تقدر تمسكه. فالمعرفة كل الشيء الحسي المحسوس الملموس، اما العلم فكل الشيء المعقول المعقول. قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه لانه امامهم صلى الله عليه وسلم، ويرونه ويعرفون صفته وهيئته كانه محسوس لديهم، فيعرفونه تماما كمعرفتهم بأبنائهم. الابن معنوي ولا حسي؟ معنوي. الابن حسي، تمسكه معنوي. الابن حسي، تمسكه بيدك شايفه خلاص. قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، يكتمون هذه المعرفة وهم يعلمون. وهذا جرم عظيم، أن ينكر وهو يعلم جرم عظيم. إما كانش يعلم خالص هذا أيسر وهذا أهون، أما أن يعرف ويكتم، طيب ابتغاء ماذا؟ ابتغاء المنصب والدنيا يكتم. ما هو لو أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول حبر اليهود، لو أقر بهذا الحبر من أحبار اليهود، هاي الناس هتنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الأصل بيسمعوا كلامه هو، عوام اليهود بيسمعوا كلامه هو، ويتكسب منهم، يقول له أعلمك التوراة وهات، سأعطيك صحف توراة وهات، بيتكسب منهم ويكتب منهم. فإذا انصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، السوء هينفض من حواليه، مش هيعرف يتكسب حتى. فابتغاء المنصب وابتغاء المال يكتم الحق، هذه واحدة. الثانية خشية أن يحاج به أصحاب النبي في الدنيا وفي الآخرة. ما هو لو قال أنا عارف أن النبي ده نبي وصفته كذا وكذا وأنا مش هؤمن به، هذه حجة قامت عليه. لو علم ذلك المؤمنون من أصحاب النبي يقيمون عليه الحجة في الدنيا والآخرة، أنت كنت تعرف وأنكرت. لذلك لما كان يجلس منافقي اليهود، مش المنافقين بس، لا منافقي اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، كان بعضهم يقول نحن نعلم أنه نبي آخر الزمان، فإذا انفض المجلس يلوم بعضهم بعضا. أنت بتقول له أنه على حق؟ أنت بتقول له أنك عارف أنه نبي آخر الزمان؟ طب ما في يوم القيامة سيحتج عليك بهذا. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أتحدثونهم بأنه على حق كما عندكم في التوراة ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟
شوف الجواب بقى، أولا يعلمون أن الله يعلم؟ هو ربنا مش عارف اللي في صدرك؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يعني أنت لما تكتم الحق ومش عايز تقوله قدام أصحاب النبي عشان ما يحتجوش عليك، هل لا يعلم الله أن في صدرك هذا، أنك تعلم أنه الحق وتريد أن تنكر؟ ألا يعلم الله ذلك سبحانه وتعالى؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهنا نفس الكلام، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. التوبيخ صلى الله عليه وسلم بعد فعلهم ذلك قال الحق من ربك، الحق من ربك. إذن فتستنتج من هذا أن في غير وحي الله إليك الباطل، وأن الذي يريد الحق فهو من ربك سبحانه وتعالى من غيره، بل هو أحق الحق ما جاء من الله رب العالمين للناس. فقال له الحق من ربك، فكأنما يثبته عليه، لذلك أفرد الكلام ولم يقل الحق من رب الناس، لم يقل الحق من رب العالمين، وإنما أفرد الكلام بكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك، لماذا خطبه بصيغة المفرد بكاف الخطاب؟ لأنه موقف نصرة وتأييد وتثبيت للنبي، فخصه بالكلام لأنه موقف نصرة وتأييد وتثبيت للنبي على هؤلاء الذين يكتمون الحق، فخصه بالكلام ووجه الكلام إليه إفرادا بكاف الخطاب، فقال الحق ربك، فكأنما يقول له أثبت عليه، لأن الذي أوحاه إليك ربك وسيدك ومالكك وهو مؤيدك وناصرك، فلا تتبع أهواءهم. الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. الممتري الذي هو في مرية، والمرية الشك، فلا تكن في مرية مما أوحاه الله إليك، وهذا جاء في غير موطن من كتاب الله، فلا تكن في مرية مما أوحينا إليك، فلا تكن في شك منه، وإنما كن على يقين أنه الحق تمام الحق، والله يثبته عليه، والله يثبته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، مع كثرة الكلام والضغط عليه قد يميل أو قد يجنح، لو أن الله لم يثبته لفعل، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، قاربت، كدت نفعل مقارب شيئا قليلا، ولكن الله اصطفاه وكن إليهم، قاربت، كدت نفعل مقارب شيئا قليلا، ولكن الله اصطفاه وأخلصه. فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هنا نفس الكلام، قال فلا تكن في مرية، فلا تكن من الممترين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. وهنا قال الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، وفي آل عمران الحق من ربك، فلا تكن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها على حسب شرعته. الكلام عاد عن مسألة تحويل القبلة، الكلام عاد عن توجيه الوجه وعن القبلة، هي من الشريعة للرسول الذي جاء. فشرعة اليهود تجاه بيت المقدس، نعم، الشرعة التي معهم كانت كذلك، نعم. ولكل وجهة هو موليها، على قراءة موليها يعني يولي نفسه لها. طيب القراءة الثانية، ولكل وجهة هو مولاها، أي مأمور أن يولي نفسه له، مأمور من قبل الشارع، مأمور من قبل الشارع أن يولي نفسه له. يبقى القراءتين، ولكل وجهة هو موليها، يعني ايه موليها؟ هو الفاعل، هو مولي نفسه له. طيب هو مولاها، يبقى الشارع هو الذي ولاه إليه بأمر منه، يبقى ده يبقى مفعول به، يبقى الشخص اللي هيوجه نفسه مفعول به، والذي ولاه هو الذي شرع له. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا، هو الذي شرع له. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا. مصارعة، كأنما تحجز مكان، وحتى لا يمر العمر، حتى لا يمر منك العمر، استبقوا، الحق، أدرك قبل أن ينصرم الوقت ويفوت العمر، أدرك لتجعل لك مكان بين أهل الخير،
لكل وجهة هو مسؤول عنها أمام الله، وعن مسؤول عما أوحي من شرعه إلى الرسول الذي كان في زمانه. فما فعلكم أنتم يا أصحاب النبي؟ استبقوا الخيرات يا أتباع النبي، الكلام للنبي ومن معه، استبقوا الخيرات. والاستباق يتعدى بإلى كم واحد حضر معنا التضمين؟ واحد. هو أصل الاستباق يكون إلى الشيء، فاستبقوا إلى الخيرات، يتسابق إلى فعل كذا. هنا ما فيش إلى، وخلى الفعل يتعدى بنفسه على طول. لا ما فيش نزع خاف، خلى الفعل يتعدى بنفسه على طول. مفروض أنه بيتعدى بحرف جر. يعني إيه بيتعدى؟ الفعل بيوصل للمفعول به عن طريق حرف جر، ده يبقى اسمه فعل إيه؟ لازم. طب لو الفعل بنفسه بيخش على المفعول من غير حرف جر يبقى اسمه متعدي، يبقى اسمه متعدي. طيب هو هنا فاستبقوا، ده المفروض يتعدى بحرف جر، يبقى المفروض الكلام فاستبقوا إلى الخيرات، شال إلى. ليه؟ لأن استبقوا ده بيتضمن معنى فعلين. فاستبقوا الخيرات، الاستباق يتضمن معنى افعلوا، افعلوا الخيرات، كقوله في نجيب لكم مثل تاني، نجيب لكم مثل تاني يتضح. عينا يشرب بها المقربون، عدها بالباء ليه؟ هي المفروض الشرب بيبقى مين ولا بيه؟ لما قال عينا يشربوا بها، هي أصلا منها، عينا يشربوا من اللي جاب الباء، علشان الشرب هنا يتضمن معنى الري، يرتوي، يرتوي، يبقى يرتوي منها ولا يرتوي بها؟ لا بها، فجاب الباء هنا علشان يجيب الفعل وبيتضمن إيه؟ معنى إيه؟ معنى الشرب ومعنى معنى الري. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن، مش من، انت تركيبك من، يقبل التوبة من عباده، هو عدها بعن ليه؟ عشان التوبة هنا القبول هنا بيتضمن معنيين، يقبل ويرفع الحمل، حمل الذنوب، فهم جايبها عن. عرفنا منين يرفع الحمل دي؟ من انه جاب عن، ما قالش من. ألم تعلموا أن ألم يعلموا أن الله ليه قال عن ما جابش من؟ عشان معنى القبول هنا معنى برضو رفع الحمل، واللي بيرفع الحمل بيرفع عنه. واضح؟ ده اسمه التضمين، ان الفعل يتضمن معنيين، فتجد انه يتعدى بحرف جر غير الحرف اللي المفروض كان يخش به، او انه يتعدى بنفسه، هو المفروض يتعدى بايه؟ بحرف جر. معلش الكلام صعب شوي، اللي عايز تفصيل اكتر بعد الدرس نكمل، اللي ما فهمش بعد الدرس نجيبه تاني. اسمه التضمين، نعم، هو اسلوب من اساليب القرآن، اسمه التضمين. ماشي. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الى الخيرات. لما قالش إلى؟ عشان يبقى استبقوا يتضمن معنى افعلوا، افعلوا الخيرات. ما هي سرعتك في فعل الخيرات؟ لما القرآن يقول لك استبقوا، ويقول سابقوا، ويقول وسارعوا إلى جنة، ويقول وفي ذلك فليتنافس، ما هي؟ ويقول وسارعوا إلى جنة، ويقول وفي ذلك فليتنافس، ما هي سرعتك في فعل الخيرات؟ أهي كسرعتك إلى الدنيا؟ يعني نفس السرعة اللي انت تسير بها في الدنيا في جمع المال وجمع المنصب وغير ذلك، نفس السرعة الله يقول فاستبقوا الخيرات. المقربين من الملائكة المقربون من الملائكة والمقربون من الأنبياء والمقربون من الطائعين والعباد، ذكر الله عنهم أنهم يقيسون نفسهم في القرب من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة. يعني إيه الوسيلة؟ القربة. يبتغون التقرب إلى الله، وينظرون ويسألون أنفسهم أيهم أقرب، أيهم أقرب، كما كان بين الصديق وبين عمر، أيهم أقرب، يتنافسون. فالنبي ينادي لجمع المال للجهاد، فيأتي عمر اليوم أسبقوا أبا بكر ووافق هذا مال عندي. لما النبي نادى كان عندي مال، فجبت نصف المال، فإذا بالصديق يأتي بالمال كله، قال والله لا أسبق هذا الرجل أبدا. طيب المسابقة في إيه؟ هل هذه المقاييس عندنا؟ هل هذه المقاييس عندنا في مجتمعنا موجودة؟ تتسابق لفعل الخير؟ ده الأب بيقول له خد يا ابني تعالى وديني للدكتور، يقول له خد أخويا التاني أنا عندي وعندي وعندي،
أرأيت هذا؟ مع أنه ينبغي أن يكون سباق منافسة، خدمة الأب وخدمة الأم أجر عال وعظيم، ولعل الله يفتح لك أبواب قد غلقت بأن تذهب مع أبيك، بأن تذهب مع أمك. لا يحمل ده على ده، يقول له اتصل بشمعنا وما فيش غيري، أترفض الأجر؟ والله يقول استبقوا، استبقوا الخيرات. ما هي سرعتك في السباق إلى الخيرات، في الصدقات، في زيارة المريض، في العطف على اليتامى، في إنفاق الصدقات، في دفن الميت، في ما هي سرعتك في فعل الخيرات؟ ماشي بسرعة قد إيه؟ وبسرعة ينفلت العمر، وبعدين لا تجد شيئا، زادك قليل في السفر إلى ربك تبارك الله وتعالى، مع أن الأمر واضح وصريح للناس. فاستبقوا الخيرات قبل أن ينقضي الوقت، فإن الله سائلك عما استرعاك من عمرك، ماذا فعلت فيه؟ ثم قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون، في بر، في بحر، في جو، أينما دفنت وأينما وضعت فإن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وضعت فإن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومعنى يأتي بكم الله جميعا في القيامة، في مشهد القيامة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما وجهت وجهك وأينما وليت وجهك في العبادة ثم مت على ذلك يأتي بك الله في مشهد القيامة. هل تستطيع أن تتوارى من هذا الرجل الذي قتل 100 نفس؟ قال إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم جعلوا نصف في البر، احرقوني حتى أصير رمادا ثم اسحقون واجعلوا نصف البر ونصف ونصف في البحر، فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا، ولعوا فيه لحد ما بقى رماد، فركوا الرماد ده خلوه تراب، شالوا نص التراب حطوه في البر، وشالوا نصف التراب حطوه في البحر. قال عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، فغفر الله له بذلك. هو لما قال إن قدر علي ربي، هل يقصد القدرة هنا أنه يقدر يبعثني؟ لا، الراجح أن القدرة هنا بمعنى التضييق في الحساب، فلئن ضيق علي ربي في الحساب لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. والقدرة وهنا الضيق بمعنى القدرة في القرآن كثيرة، وأما إذا امتلأ فقدرة، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال فلئن قدر علي أي ضيق علي في الحساب، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأقوال فيها كثير، لا يعذبني عذابا. فلما خاف ربه جعلوا هذا، فلما قال له الله كن فكان، عبدا سويا بين يدي رب العالمين، أينما تكونوا يأتي بكم الله، عبدا سويا بين يدي رب العالمين، أينما تكونوا يأتي بكم الله، في بر، في بحر، في جوف بطن حوت، كن فتكون، كن فيكون. أليس هو على ذلك قدير؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. كفاية الناس وقع مننا خالص. طيب هنا مسألة قدير، بعض الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير، هل هذه المقولة يعني بمناسبة أن احنا نقول أن الله على كل شيء قدير، على ما يشاء قدير، هل هذه المقولة صحيحة أم خاطئة؟ إن الله على ما يشاء قدير، هذه المقولة خاطئة، لأنك قد تتوهم شاء ليس بقدير. طيب انت عندك في سورة الشورى أنه قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وبث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهنا ليست كقوله على ما يشاء قدير. لماذا؟ لأنه خص فعل، الكلام مقيد بفعل الجمع على جمعهم، إذا يشاء هنا يعني إذا أذن بالميعاد فهو قدير، إذا أذن بميعاد الجمع يكون، فلما خص الفعل وضع المسألة تحت المشيئة، هذا ليس فيه شيء. أما أن تطلقها إن الله على ما يشاء قدير مع الصفة المشبهة لا يجوز، لا يجوز. يحتج واحد ويقول عندك في حديث البخاري حديث آخر رجل يدخل الجنة
قال الله ألم تعلم أني على ما أشاء قادر؟ لا، قادر غير قدير. قادر اسم فاعل، قادر اسم فاعل. لا، قادر غير قدير. قادر اسم فاعل، قادر اسم فاعل. واسم الفاعل يفيد ان الفعل ده ممكن يبقى بيعمله ممكن ما يعملوش، يعمله في وقت وما يعملوش في وقت، ده اسم الفاعل. يعني لما اقول ايه، اكل، شارب، ضارب، نائم، هو على طول نائم؟ هو على طول اكل؟ هو على طول شارب؟ لا، اسم الفعل يفيد انه بيعمله في وقت ما بيعملوش في وقت. اما القدير دي صفه مشبهه لازمه لا تتغير، كقولك رجل كريم، هيبقى كريم في وقت ووقت؟ لا لا، ده صفه لازمه له ثابته انه كريم على طول. فمع قادر اسم فاعل، ان الله على ما يشاء قادر. نعم، على ما يشاء قادر، والمعنى انه وقت ما يشاء القدره على الشيء يفعله سبحانه وتعالى. انما قدير دي لزوم وثبات ودوام، فما ينفعش تقول على ما يشاء مع كلمه ايه، مع كلمه قدير واكرامه، وهو الفعل ايضا مقيد. ان الله على كل شيء قدير. ثم كرر الكلام للنبي، ومن حيث خرجت، هذه المره الثانيه للتاكيد، فولي وجهك، وجه وجهك شطر تجاه المسجد الحرام، وانه مره اخرى هذا الذي اوحي اليك من هذه، ان توجه وجهك المسجد الحرام. لا الحق، اللام الاولى للتاكيد، لا الحق، يبقى اكد بان واكد باللام. لماذا كل هذا التاكيد في الايه؟ ولماذا يكرر اللفظ اصلا؟ لكثره الجدال فيه من اليهود والنصارى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليه. قال ومن حيث خرجت مره اخرى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. حق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون بالتاء. نعم، الكلام للنبي ولأصحابه وللناس كافة، أن الله ليس بغافل عن فعلهم، إن جنح النبي إليهم أو لم يجنح إليهم هذا يعلمه رب العالمين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجنح إليهم أو أن يستجيب لهم. ثم كرر مرة أخرى وقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والكلام للأصحاب أيضا وللمؤمنين المتبعين لهم إلى يوم القيامة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. نبدأ منها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجعل